يو واتساب تو المود، مرحبا بكم لسه كل سيد راكو اند ويلكم تو انذر فيديو. يس قيت حجام في النوار وفي طلعوا حلوا الحجام مشيت حجام قيت وجهي كرتوني ضاوي محلاني نس كل كومنتارات سهل حجام وفزت. اليوم ابيزود فيري سبيشال، علاش؟ على خاطر هذايا ثاني نوع تاع ابيزود عملته في اليوتيوب شانل، على خاطر عملتها قبل مره بركه ووقت اللي كان عندي شويه ماتريال، لكن المره هذه باش تكون واتس ان ماي باك 2020. وهذه الباك هذايا نتاع واحد مسافر حاسيلو مهاجر مش باش يخرج يصور. سو باش نحاول نعملو انبوكسينغ ولا واتس ان ماي باك، باش معناتها بالقطعه كل قطعه شنيا اللي تولي تمتاعها وعلاش خرجتها ولا شنو نستعملها وين تنجموا تلقاوها اذا كان موجوده في تونس والا خارج تونس. لكن قبل هذا كل هيوج ثانكس تو اور سبونسر اللي هو هواوي موبايل تونيزي. خليكم مع الفيديو. جسمع تكون عجبتكم الفيديو الكوميرشال اللي صورتها بتاع فيلم ميكينغ كيف زيت، تلقاو اللينك في الديسكريبشن. كان عجبكم التليفون تلقاو زاده موجود على uk.in. اي حاجه عندها علاقه بالتليفون تلقاو اليا موجود، ادخلوا الداخل وكليكيو على هذاك، فما بوسيبيليتي كبيره بتيتر ميبي تنجموا تربحوا تليفون، نجموا نعملوا جيف اواي مع هواوي. سو كليكيو على اليا الموجود في الديسكريبشن. خلينا نرجع لواتس ان ماي باك اللي هي حاجه تنشقوا البريمورديال لجماعه الفيلم ميكرز اللي اغلبيتهم ديما يوريو ماتريالهم باش يصوروا كل حاجه شنو نستعملوها. قبل ما ندخلوا في الباك فما حاجات اوت اوف ذا باك ديجا ما لازموا يكونوا موجودين وما يدخلوش في الباك. انا بيرسونيل ما حطيتهم وحدهم. اول حاجه اللي هي نبداو بالتريبورد هذا، التريبورد اللي هو مانفروتو 190 ميد ان ايطالي، فاتلك عليكم مش المارك. مانفروتو هذا 190 قول قايل شنو فيه سي سبيشال ماو تريبي وكل تريبي هذا. ان فيت الحاجه الباهيه فيه هو انه خفيف او ميم طون كاسح او ميم طون، يعني كي باش تمشي انت تصور في جبل ولا باش تصور في كامبينغ ولا حتى باش تمشي تصور اي بلاصه اخرى اير، باش تصور عندك اليوم في ريستوران في قهوه في اوتيل في نابورت، كابابل انه باش يسيبورتي الرزن بالقديب، مصنوع من الالومنيوم. والاهم من هذا كل نجم نعمل به الاوبسيون تاع ابسايد داون، يعني نجم نحط الكاميرا انا فيكس مثلا جوست باش نوري حاجه من الفوق ولا باش نعمل انبوكسينغ تاع حاجه جوست موجوده في التريبي هذايا. سو بتيتر نهار نعملوش عليه فيديو ولا نهار نوريكم فيتشرز تاعو بالقديب كيفاش، خاطر بالرسمي حاجه ابداع. انا عندي المين كاميرا نتاعي الون دي اكس ماركتور زينه على الاخر، ديكو لازم لي تريبي بورتابل وخفيف وسهل على الاخر وسورتو انه يتحكت في الساك. اجين قبل ما ندخلوا لل واتس ان ماي باك فما حاجه ياسر سبيشال، حاجه سبيسيال على الاخر ديما نحطها وحدها مش في الباك، اللي هي دي جي اي مافيك برو. يس بيبي ماي درون، هي الالبينوس اديشن وايت اديشن اكو باش تراوها. اون فيت الساك نتاعها نحاول ديما نبعدها على بقيه الماتريال اللي موجود في الساك جوست بور لا سامبل ريزون باش الكاميرا ما تهلكش ولا هي باش ما تخبش ولا حاجه. هذايا الالبينوس اديشن هي معروفه ديجا برشا عرفوه باللون الجري، لكن هذه سبيشال اديشن معها الكومبو يعني ثلاثه بدريات زي ليس اخرين كاو طاروا ولا تكسروا ولا اللي هو. ومعايا بيان سور كلكو اندي فلترز تنوريه لكم بعد. سو الدرون حاجه بريمورديال على الاخر، سيتو كي باش تصور حاجات في الطبيعه دي بيزاج ولا كل باش تصور فوتج بالدرون ولا في الصحراء ولا كل، دو بريفيرونس انه يكون عندك درون. نعرف ممنوع في تونس لكن تصرف. باهي اول حاجه والاهم حاجه هي الساك، الساك ديجا تنحكيو عليها اخر حاجه، بالرسمي ما راتش عيني على خاطر اهم حاجه ويخمم فيها الفيلم ميكر هو الساك نتاعو ترونسبرتيلو ماكسيموم بوسيبل باش. ويو
به خلينا نبدا بالقطعه بالقطعه. ما كنتش تلقاو لهنا حاجات منظمه مش نورمال ودرشناي باش تلقاو كل شيء محطوط على بعضه. علاش؟ خاطر بولا سامبل ريزون انا نهز برشا دبش. به الحاجه الاولى هذه الكابل اتش دي ام اي مهم على الاخر خاطر نستعمل به المونيتور. المونيتور اللي هو عندي الابرتشر 5X VS 5X الابرتشر هذايا فيه لوبسيون بيك فيه لوبسيون زبرا فيه ليستوغرام فيه برشا حاجات تعاونك باش تصور حاجه كلين سورتو كي تبدا اوتدور. خاطر كي تبدا اوتدور المونيتور نتاع الكاميرا ينجم يبدا ضوي برشا ينجم يبدا ظلمه ولا يوريك حتى الوان غالطين. يعني دو بريفيرونس يكون عندك مونيتور ديما تحتك باش تراه بيه بلوز مال الوان صحاح باش بعد. خاطر اون فوا مشيت كامبيت وصورت في الجبل وتروح للدار وبعد تشوف الفوتج تلقاها اوفر اكسبوز وتلقاها محروقه ولا الوان سافا با باش تقول يا ليتني وقتها شلز حما يغني. تاخذ مونيتور تشوف به الكولور نتاعك باش تحاول تقرب لو ماكسيموم بوسيبل الصحيح ان ذا تتعدى. من اهم زاد الحاجات الموجودين اللي هما تولكي والك او منين جبتوا دراكوك في جليت وعضب موجودين على الفيسبوك تلاوش تلقى تشري عادي معناها ماشي حاجه. تولكي والك حاجه انا راه نسيسير ديما نحكي امور كامبينغ وعبيت تخرج لبرا. علاش؟ خاطر كي تمشيو اون جروب باش تعملوا مثلا تكسبلوري البلاصه ولا تشوفوا دو بريفيرونس انت واحد وصاحبك واحد تشوفوا البلايص وينكم بعتوا على بعضكم اونكا وضعتوا هاو لهنا بلاصه خير ارجع لهنا امور سيكوريتي وامور برشا حاجات. سو كونساي على الاخر انك تكون عندك تولكي والكي. الكيس هذايا هذايا الماجيك كيس. الماجيك كيس هذايا يكون فيها بلوز اوما لي كابل اللي تستحقهم ولي زليس نتاع الدرون واي حاجه اون كاوت كسرت لك حتى تلقاهم في اي حاجه بتخص الدرون تلقاها في الكيس هذايا. اوب نمشيو للساك هذايا. الساك هذايا شنو فيه سيدي بن سيدي؟ هذايا فيه برشا برشا حاجات. نبداو بالحاجه الاولى ساك في الساك ريتو هذايا محلاها. زيد تحل الساك هذايا اوب تلقى تلقى هنا ساك صغيره نتاع دي كارت ميموار بورت كارت ميموار. عندك لي كارت سي فاست لي كارت ميموار ميكرو اس دي اس دي العاديين. يعني يزمكش ديما ما يزمكش تيح مونك جيجاوات جمله زاده ما يزمكش تيح مونك جيجاوات. اونكا عندك حاجه لازمك تصورها بالجو برو ولا بالكاميرا ولا حتى بالدرون لازمك ديما مصلح ديما تحتك دي كارت ميموار حاجه مهمه جدا. هنا حاجات صغار حاجه زاده مهمه على لازم تكون عندك اللي هي 50 فرنك ولا 100 فرنك. ما عندكمش فكره القطعه ذي قداش مهمه باش تدور بها السوكل نتاع التريبي اللي باش تحطه في الكاميرا. بالرسمي حاجه مهمه على الاخر. سو دو بريفيرونس ديما يكون عندك كيما المفتاح مستوي ولا 100 فرنك ولا 50 فرنك باش تدور بها. هنا زاد اي حاجه تكون ريليتد كابلوات ستيلو باش تقمر حاجه بريكيه اون سي جامي وقت اللي النار تاع الكامبينغ ما تحبش تشعل معناتها تكون عندك بريكيه كابلوات اخرين كل برشا برشا معناتها برشا حاجات هذوما نحكيو فيهم بعد اون ديتاي. الميكرو اللي هو رود فيديو مايك برو بلس هذا من اخر الميكروات اللي عملته رود والميكرو هذا طايره برشا ديما نستعمله هو وقت اللي نبدا نصور في الفلوجات على خاطره بالرسمي ابداع مهما كان قوه الريح اللي انت فيها ولا الالتيتود نتاع الجبل ولا غيره ديما يخرج لك صوت كلين. نعاود راه الميكرو هذا مش نتاع حاجه اندور يعني باش تحطو تصور في الليكو نتاع بيتك ولا حاجه نتاع حاجه اوتدور وين فما ريح وين فما كذا فيه نويز كانسليشن طياره يقوي لك في التريت نتاع صوتك برشا برشا حاجات. اذا كانك معمل تحل شان يوتيوب نتاع فلوجيت ولا تحب تعمل ديز انترفيو ولا غيره فيديو مايك برو بلس. من هذا البوكيمون؟ هذيا يا سيدك بن سيدك كاميرا 360. الكاميرا 360 هذيا هي من عند انستا 360 سو ثانكس فور ذا كاميرا. عندها مده الى محاله اسمها انستا 360 اير. الكاميرا هذيا اون فيت اسمك تحطها في التليفون كيما تراو في البور نتاعها. وانس حطيتها في التليفون غادي تنجم تصور كل شيء اون 360 كالك سوا تاخذ تصور تاخذ فيديوهات تحل حتى لايف ستريم على الفيسبوك ولا حتى على اليوتيوب. سو مش ديما الحق تاع ربي نستعملها على خاطر مش ديما باش تلقى هكا حاجه مزيانه اوبل فين مش نورمال باش تصور كل شيء اون 360 لكن وقت اللي يجيك لوبورتونيتي تصور تبدا ديجا مصلح ابري تو شوف التايم نتاعها تنجم تحطها حتى في مكتوب. سو حاجه مهمه الى من استطاع اليه سبيله ان يكون عنده كاميرا 360. لهنا نمشيو للاذهب محترف. لهنا باش نمشيو للي جو برو. لي جو برو اي قلت لي جو برو علاش؟ باهي نقولوا شنو فما ساعه عندنا لي جو برو. عندنا هنا الجو برو الاولانيه هذه ساك تاع لي جو برو يكون فيها لي جو بروات الكل. الجو برو الاولانيه هي الهيرو 4 سيلفر. الهيرو 4 سيلفر توصل حتى الفول اتش دي 120 اف بي اس
حاجه طايره على الاخر بالمونيتور نتاعها من تالي امورها كونديسيون فريكونتاسيون تاتي كواليتي عالميه. الجو برو الثانيه كيف كيف هيرو 4 اللي هي بلاك المره هذية توصل حتى 4K تصور حتى 60 اف بي اس ولا هي 30 اف بي اس 4K. سامحوني نسيت خطر عندي برشا ما استعملتهاش، اما اغلبيه كليوناتي ساعات كي نصور فيديو نتاع دريفت ولا باش تصور حاجه وانت قاعد تكسبلوري حاجه كاميرا لهنا ولا كاميرا لهنا ولا باش تحطها في كهرباء، ديما مذهبيك عندك بليزيور اونجل باش ما تعاودش الشوت برشا مرات. مثلا باش تصور فازا دريفت نتاع كهرباء ولا حاجه، يبدا عندك جو برو مثلا بحذا العجله، جو برو على راس البيلوت، وجو برو في اونجل اخر مثلا شوت على الكهرباء كامله. يعني دو بريفيرونس الجو برو اللي تجي عندك ما تسيبهاش. والهنا المين جو برو اللي هي الهيرو 7 بلاك اللي توصل 60 اف بي اس في 4K. لحاجه فيتشرز طياره على الاخر، الفيتشر اللي فيها هي ستابيليزيشن اللي فيها كي نبدا نصور ونبدا نمشي بالرسمي اون ديري شاد درونين ولا ستابيليزاتور. ابداع، حاجه عالميه الهيرو 7 بلاك. وباي ذا واي كيما نقولوا نحن شريتها اليوم بعد جمعه خرجت ال 8 so اما طيار على الاخر والله الهيرو 7 بلاك فيها مور ذان اناف انك باش تنجم تصور وتاخذ فوتج اون 4K ولا اون سلو موشن طاير. نتعديو اللي كاميرا وما ادراك ما اللي كاميرا. عندك المين كاميرا هي حبي الاول والاخير اللي هي ال 1DX Mark II. ال 1DX Mark II هذايا كيفاش خذيت حكيت حكايه، انا مغروم برشا بيتر ماكانن، هيز ماي ايدل في الفيلم ميكينغ والفوتوغرافي. ريت عنده 1DX Mark II، تصرفت طلعت وهبطت كربست شريت 1DX Mark II، بعت روحي وشريت 1DX Mark II. اما تعرف شنو هما؟ مش ورثة بركة يا ولدي، مش نورمال. يدي انتي شوك، انتي ماء، انتي غبره، 14 فوتو بار سكوند، فول اتش دي توصل حتى 120 اف بي اس، 60 اف بي اس في 4K. ويو بالرسمي مش نورمال. ريت نحن التوانسه، نحن عندنا برشا عباد يبدا عندهم ما يستحفظوش وكاميرا مطيشه امبو بارتو وكذا. هذايا حتى كي براكيوك تنجم تضرب بها، راه تستعمل اداه جريمه. ون اوف ذا بيست دي اس ال ارز اللي ديجا مازالت كي طلعت كيف المارك 3 ال 1DX Mark III. دوماج ما عنديش سيلوج كيما قلت لكم، صبيت فيها وقت بيكشر بروفايل سين ستايل. اما كاميرا طياره على الاخر في لي بيرول في لي انترفيو في التصاور، هي على باز مخلوقه للفوتوغرافي لكن حتى في الفيديوغرافي فيها دي كاركترستيك يرعبوا. يعني ريتو حتى لي فوتوغراف تلقاهم في الماتشوات الكوره اغلبيتهم يبداو يستعملوا في ال 1DX Mark II. الرفال نتاعها كيما قلت لكم يوصل حتى ال 14 فوتو بار سكوند. يعني اذا كان عندك مومو اكزاكت تحب تاخوها، رفالي واش عليك، رفالي طلع شاتر سبيد ترد فيه، رفال يرعب. شبيني نحكي برشا، خلينا نسمعكم الرفال. يا معلم ما تريت، مش لعب ما تريت. السكند كاميرا اي نخرج بدو كاميرا، علاش؟ خاطر كيما قلت لكم 1DX Mark II هي دي اس ال ار، لكن المره هذه نخرج بكاميرا نتاع سينما. علاش؟ وشنو هي ديجا الكاميرا في حد ذاتها؟ الكاميرا اللي هي S600 Mark II اللي ديجا خرجت بعد ال 1DX Mark II. كاميرا هذية مجعولة للسينما لتصوير الأفلام وغيره، وفيها السيلوج اللي هو الكانون لوج. الكانون لوج هذية يخليك تصور التصويرة بالها على الأخر، مش بعد في الكولر جريدينج والكولر كوريكشن وغيره وغيره، تنجم تلون وتتفنن وتعملهم الكل. أنا واحد من الناس تغرمت برشا بالفوتوغرافي بالفيلم ميكينج وكذا، وديما قعدت نحارب على ذات سينماتيك لوك اللي تاخذه كي تصور هكا في حيوان يمشي في الغابة ولا في الجبل ولا في أي حاجة. الجران هذيك نتاع السيلوج حاجة عالمية على الاخر بالرسمي، هذيك اللي تفرق ما بين فيديو سينيماتيك وفيديو لاي. ولا محل فهم برشا فيتشرز، لكن ديما السيلوج عنده حاجه اكسبسيونيل وحده اللي هي ديجا مش موجوده في ال 1DX Mark II، قطع لازمك تاخذها ابار، لكن في 600 مارك 2 تلقاها ديجا بار ديفو. ذاتس واي نهز معايا ديما 600 مارك 2 وقت اللي ناخذ حاجه، وقت اللي نلقى حاجه سينيماتيك تستحق انها تتصور ولا حاجه، نخرج الكاميرا هذي. محبوب الملايين اللانسز اللي هو 50 1.8 موجود بارتو، سومو بريسكي عامل 300 دينار موجود في تونس. 50 1.8 اغلبيه لي فوتوغراف لي فيلم ميكرز ديما يبداو بالوبجيكتيف هذايا خاطرو رخيص ويعطي ديث اوف فيل طياره وميم طون يحل بالكدا في الليل. يعني 1.8 تسمى حاجه بلوز اوموا محترمه بارابول لي زوتر لانس. اما شنو لي بوان فيبل اللي هو انا مصنوع من البلاستيك يعني يتكسر فاسيلمون. الحاجه الثانيه ما فيش ستابيليزاسيون، يعني اذا كانك باش تصور حاجه او موفمون ما عندكش تريبيي وعندك اللانس هذا مشيت تتزمر. يعني دو بريفيرونس
تصور على تريبيه ولا على حاجه سوليد ولا فيكس. لانس هذا حاسيله مجعول للفوتوغرافي والا ليزانترفيو، مش حاجه او موفمون. لانس هذا سيدي بن سيدي صحيح قديم شويه، سيري ال كانون 1735 2.8. لانس هذا وقت اللي باش تصور دي لاندسكيب ولا تحب تاخو حاجه وايد، كلكو سوا انا نحب نصور مثلا في الجيمنج روم تاعي نحب ناخو حاجه وايد باش يظهروا راي الديكور، والا نصور في جبل كيف كيف تحب ناخو حاجه وايد. دو بريفيرونس تكون عندك حاجه سيري ما فيهاش زوم كيما 50، وتكون عندك حاجه وايد كيما 1735 1635، ودايما كانون خرجت 1535 واللي هي 1536 وانا ما نعرف يذول 1535. الحلين نتاعو يوصل 2.8، يعني بلوز او موان محترم، مش نتاع نايت فوتوغرافي برشا اما محترم، تعطيه الضوء يعطيك. واخيرا انا هذا ماي فيفوريت لانس، اللانس هذايا اللي هو الكانون 100 ملم ماكرو. اللانس هذايا 2.8 ستابيليزي فيه اوتوفوكس عالمي. الماكرو شنو هو؟ يوريك حاجات انت بالعين المجردة متاعك ما تنجمش تراهم. بالرسمي اللانس هذايا تاع حاجات كوميرسيال، كي تحب تصور تليفون، تحب تصور ان برودوي سوري كلافيي ماكله فوت فوتوغراف اي حاجه، ولا حتى تصور العباد كلكو سوا في عينيهم في 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 اي حاجه قريبه على الاخر كلوز سكون ابل ماكرو. اللانس هذا سي ما تكسرش راسك، خصوصا 100 ملم ماكرو، انسى حاجه اسمها ماكرو. بيان سور سون زيبليي لي جادجيت الصغار اللي هما دو بريفيرونس يكون عندك ديما 2-3 باتري باش ما تطيحش اون بان. لهنا وين نلقاو الاندي فلترز، الاندي فلترز هذوما مجعولين للدرون المافيك برو، ساعات تبدا شمس مش نورمال الفوق وما تنجمش تتحكم برشا في لي بارامتر، وحتى كان تعمل حاجه ظلمه بالكاليتي باش تخيب وكل. يعني دو بريفيرونس اسمك اندي فلتر اللي هو ينقص دخول الضوء ولا ديزون، ينقص الضوء على اللانس باش تظهرش تصويره محروقه. وعندي زاده حتى على الكاميرا اللي يركب على 1735، اذا كان تحب تكون انت ضاوي والباك جراوند وراك ضاويه بتبدل ضاويه بقى، معناتها ما تبداش هي ضاويه وانت اكحل ولا انت ضاوي هي كحله، لهنا اندي فلتر هو الحل. اخر حاجه باش نحكيو عليها يا جماعه هي الساك اللي لما تشمل هذا كل، اللي هي لو برو ار ال فوا 450 ا دبليو 2. بالرسمي اسمها طويل، تلقاو اللينك في الديسكريبشن، تنحاول نعطي القطع اللي سميتهم الكل في الديسكريبشن. الساك هذايا بالرسمي ترفع مش نورمال، فيها الديبارتمون هذايا وين تنجم تنظم لي كاميرا نتاعك، تنجم تنظم كل شيء كيما انت تحب وتشتهى. فيها حتى حاجات لهنا تنجم تحط لي زاندي فلتر نتاعك ولا حتى لي كارت ميموار وغيره. ونمشي معاكم حتى لما ابعد اللي فيها حتى لهنا ديبارتمون اخر وين تنجم تحط باور بانك، حاجه مهمه زاد نسيتها، لازمكم تحطوا دي باور بانك في الهات تاعكم، دي باجيت ماجيك. هنا تنجم تحط الماك نتاعك، هنا بوش اخرى كيف كيف تنجم تحط فيها دبش حوايج سوريه مريول اي حاجه. وعندك هنا كلكو بوش صغار تنجم تحط فيهم حاجه كيف تليفونك كيف بورتفويك فلوسك اي حاجه. وهذا هما بيان سور اللي يشدوا التريبيي اللي حكينا عليهم الاول، اللي هي حاجه طير على الاخر. لهنا يكون عندك الباجاج نتاع الفيلم ميكر نتاعك الكل في ساك واحده، which is حاجة طيارة على الاخر. الوغ فوالا يا جماعة، جيسبيغ عجبتكم فيديو واتس ان ماي باك 2020 الحق تاع ربي. باش ما نكون صريح معاكم، الماتريال اللي كنتوا تراو فيه الكل مش الفول ماتوس اللي عندي، مازال عندي حاجات اخرى، اما هذا جوست الباك اللي نجم نخرج بها وقت اللي نصور لبرا ولا باش نمشي نكامبي ولا غيره. هذه دو ان دو دو، الماتوس اللي ريتوه الكل راهو مش الكل خذيته في ليله ونهار، يعني مش نحب نولي نصور نمشي غدوه نشري هذا الكل اوب سي بون ولا عندي هذا الكل. هذايا تعب وشقى 4 سنين ولا 5 سنين بالقطعه باللانس بالبطري بالكابل باللي يصوروا في بالك الكل بالكارت ميموار، يعني كل شيء يتلم بشوي بشوي، تجي كارت ميموار صغيره بعد ما اقوى بعد كاميرا بعد ضوء الخ الخ من الحاجات. سو اخدموا على رواحكم، نيفر جيف اب، تنجموا توصلوا حتى لست اب ما اقوى من هذا برشا. جوست حطوا في قلوبكم واخدموا على رواحكم، وما تخلي حتى حد يقول لك نو يو كانت. حطوا لي في لي كومنتير شنو رايكم، شنو من القطاع هذوما اللي تحبوا تشريو منهم. نجم ننصحكم زاد كي تحبوا، فرق على اللايك بتن وفرق على السبسكرايب بتن كي تحبوا ايبيزود اخر كيف هكا، ميبي ليت 2020 يكون فما تريل اخر ولا العام الجاي. سينو سي يو جايز ان ذا نيكست فيديو، باي باي.